تطالبون بمعجزة، ها هي أمامكم، معجزة صنعتها أضأل مخلوقات الله. هذه الأرض قهرتكم يا سادة مكة، أذلت كبرياءكم، هدمت غروركم. ها هو كل ما بقي لكم، إن قوتكم، قسوتكم، جبروتكم وكل ما بنيتموه أهون من أن ينال من عظمة الله. ها هي صحيفتكم يا قريش، لم يبقى منها غير كلمة واحدة: باسمك اللهم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا سادة مكة، لا مفر لكم، الزمن والآفات سوف تقضي عليكم. هل تذكركم تلك الكلمات بشيء؟ فكروا قليلا وحاولوا أن تتذكروا. تلك الكلمات من مشهد للفنان عبد الله غيث في دور الحمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام، من فيلم الرسالة لمخرجه مصطفى العقاد. وهو الموقف الوحيد الذي على مر التاريخ الفني والواقع أيضا الذي ذكرت فيه الأرض بخير، لكونها من أخطر الحشرات في العالم نظرا لإلحاقها أضرارا كبيرة بأثاث البيوت، حيث تحفر العديد من الممرات والأنفاق الخاصة بها داخل قطع الأثاث، وأحيانا لشراهتها ومن شدة جوعها تأكل جدران المنازل والسقوف الخشبية والثانوية فتهوي فوق رؤوس أهلها، الأمر الذي يصعب من عملية الوصول إليها والتخلص منها. يكمن سر خطورتها بعملها في الخفاء، مستفيدة من الكتمة والعتمة، عدم التهوية والظلام، كما تعد ناقلا سريعا للعدوى ما يؤدي إلى الوفاة. المهم بأن مستعمرات حشرت الأرض متى ما ظهرت في بيت، هناك حل من اثنين والباقي كلام فاضي ومضيعة مال ووقت وجهد. واسأل قريش إذا حبيت تتأكد. الأول تهج من البيت وهو الحاصل، والثاني تحرق البيت بالليبي وهو نفس الحل المطروح أخيرا ما لم تمطر السماء حلا ثالثا. ولكنها حتى تمطر أصلا لابد من إخلاص النوايا قبل يستبدلنا الله بقوم غيرنا لنصرة الحق وأهله. كل ذلك وأهم من وحي كاتب تحت القسم إلى العناوين.